عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله النهاردة مع حضراتكم عن درس بسيط بعنوان Create Surface from Google Earth. في الإصدارات قبل السيفل 3D 2013 كان بالإمكان إن أعمل سيرفيس من خلال جوجل إيرث، إن أكون فاتح جوجل إيرث وفاتح برنامج السيفل 3D وأعمل Create Surface from Google Earth. من إصدار 2013 لحد الإصدار الحالي أوقفت شركة أوديسكي التعامل مع جوجل إيرث، فعشان أعمل سيرفيس من خلال جوجل ايرث بضطر استخدم برامج خارجية، والبرامج دي طبعا بتكون غير مجانية زي برنامج بلكس ايرث. كمان من المعروف ان عمل السطح من جوجل ايرث بيكون غير دقيق، خصوصا ان المناسيب على جوجل ايرث غير دقيقة، ولكن الشغل ده بيكون مفيد ان انا عايز اعمل دراسة مبدئية لأي مشروع ما ممكن استخدم السيرفيس من جوجل ايرث. هنشوف الكلام ده هيتم ازاي مع بعض ان شاء الله. اول حاجه بدخل على جوجل ايرث، هعمل بوليجون للمنطقه اللي عايز اعمل عليها سيرفيس، وهحمل ديجيتال اليفيشن موديل للمنطقه دي، واخد الملفين دول وابعتهم على برنامج جلوبال مابر، ومنهم اعمل اظبط البروجكشن واعملهم اكسبورت لملف السيفل. ومن برنامج السيفل 3 دي هعمل كرييت سيرفيس. هناخد مثال للمنطقه دي. المنطقه دي موجوده في السعوديه، منطقه مكه تقريبا، في نوادي ومناطق جبال كبيرة، فهيكون فيها اختلاف في المناسيب. باجي اختار اداة البوليجون، ادي لها اسم مثلا تيست بوليجون، ومجرد ما اقف هنا واختار واعمل نقطة، لو ضغطت هنا نقطة تانية هيعمل وصل لخط بينهم. مثل ترى دي يعني ممكن نعمل سيرفيس لاي جزء سواء الشكل غير منتظم او منتظم، لكن في الاصدار 2012 بياخد اللي هو الشكل المستطيل كده او مربع للشاشة الموجودة من جوجل ايرث. انا لو هرسم شكل منتظم ممكن اضغط نقط كده يرسم معايا، لو النقطة دي مش صحيحة ممكن انقلها كده احركها معايا في اي مكان، او ممكن امسحها اضغط كليك يمين بالماوس هيعمل تراجع. ممكن ارسم شكل غير منتظم زي ما انا عايز، نضغط على الماوس واسحب، اضغط كليك شمال واسحب هيعمل له كل ده. ارجع الكلام ده كليك يمين بيعمل مسح. هبدأ انشئ البوليجون بتاعي، هاخد المنطقة دي، شوف الالوان دي جاي معانا لهنا لهنا، ادي عملت البوليجون، دخلت هنا على الكلر، هنا الخط ممكن نديله لون يكون لون اخضر، الخط الخارجي واللي جوه نخليه بالابيض بس هنخليه شفاف شويه، اقول اوكي ظهر لي هنا البوليجون بتاعي، اضغط كليك يمين اقول له سيف بالاساس، وانا احضر هنا فولدر فاضي الدوكمنت اسمه كريت سيرفيس فروم جوجل ايرث نسيب ال 3 دي وادي نفس الاسم. تمام كده. هاجي بعد كده احمل ديجيتال الفيجن موديل، هدخل على الموقع ده واجي اشوف المنطقه بتاعتي في اي مربع من ده واحمل الملف بتاعه. مجرد لو انا عارف المربع بتاعي بضغط بيحددهولي واعمل له داونلود، كليك هير تو بجين سيرش وهيبدا معايا داونلود. لو مش عارف ممكن ابحث من خلال الاحداثيات. خلينا نبحث من خلال الاحداثيات عشان نشوف الطريقة معانا. اضغط هنا على input coordinate واختار النظام اللي انا هشتغل بيه، decimal degree ولا degree minute second. انا بفضل اللي هي decimal degree عشان يخليه خانتين بس، لكن لو degree minute second يكون اكتر من خان. هبحث ازاي؟ هرجع لبرنامج جوجل ايرث واختار مثلا نقط زي دي added mark وقف تحت هنا واخد الاحداث هنا، ادي اللاتيتيود. طبعا هنا انا عامل نظام الاحداث بتاعي هو ديسمال ديجري. لو عايز تغيره لو عندك هنا ادخل على تولز اوبشن، لو عندك ديجري مينت سكند ممكن تغيره لديسمال ديجري او تشتغل بالديجري مينت سكند زي ما تحب. هحرك المارك دي واقف هنا اسفل الشاشه اسفل الشكل بتاعي، قريب منه او بعيد مش هتفرق، بس المهم يكون مغطى المنطقه دي، واخد اللاتيتيود
احطه هنا في اللاتيتيود، لونجيتيود ارجع تاني احرك العلامة دي لفوق، مجرد ما احركها وتغير مع الاحداثيات، اخد اللاتيتيود احطها هنا ماكس لاتيتيود، واخد اللونجيتيود خلاص مش محتاج دي، اقول سيرش قبل هنا المنطقة في السعودية، بعمل داونلود للفايل ده. الفايل بيكون مساحته كبيرة حوالي 28 ميجا، انا طبعا محمل الفايل عندي. بفتح برنامج جلوبال مابر وابدا امسك الملفات بتاعتي البولوجون والديجيتال الفيشن موديل واسحبه. ادي فكيت الملف اللي انا عملت له داونلود، وامسك الملف اللي هو بامتداد تي اي اف اكبر ملف فيهم واسحبه على الجلوبال مابر. ظهر هنا معانا اهو، ارجع تاني اروح على الديكمنت اخد البولوجون اللي عملته وافلته في الجلوبال مابر. لو زومنا شوية هنا ادي البولوجون بتاعي وادي الملف اللي انا حملته. لو لاحظنا هنا نظبط البروجيكشن من تولز كونفيجر، اضغط على بروجيكشن هنا يختار يو تي ام، والزون بتاعي 37 نورس، الداتا ام دبليو جي اس 84، واليونت بالمتر الابلاي اوكي. ظبطت هنا معايا، هبدا اعمل اكسبورت للبلوجون بتاعي بس، بس هختار معاه المناسي. هحدد البلوجون دوني، اختار الاداه دي استخدمها عشان اعمل تحديد للشكل بس. هحدد تعمل كام فايل، اكسبورت اكسبورت جريد اكسبورت الفيجن جريد فورمات، نختار هنا الفورمات اللي بيقبله برنامج السيفل 3 دي زي رزق ايزر اسكي جريد اللي هو ده، او دي اي ام او دي اي اف. انا اختار الملف ده اقول اوكي اوكي، وروح هنا في اكسبورت باند وعلم العلامة دي كروب تو سيلكت اريا اوكي، واختار المكان بتاعي دوكمنت كريت سيرفيس، ادي لها اسم اقول سيف. ارجع لبرنامج السيفل 3 دي، ادخل على السيتنج ادي الدرونج سيتنج، نظبط اعدادات اللوحة انا اضغطهم اختار يو تي ام دبليو جي اس 84، وهنا اختار زون 37 نورس ابلاي اوكي. ضرب بس فيكتور وكريت سيرفيس، نسمي تيست اوكي، وادخل على السيرفيس ده والديفينيشن وتجي دي اي ام فايل، واختار اد واضيف الملف بتاعي. لو الفورمات هنا على الدي اي ام غيرها ازري ارس اسك جريد، وراح على الدوكمنت كريت سيرفيس وادي التست والاوبن واقول اوكي، واستنى ثواني واعمل زد انتر اي انتر، او اضغط دبل كليك كروس بتاعت الماوس، اعمل لي هنا السطح بتاعي اهو، وباين هنا المنطقة اللي فيها الوادي. لو وقفت كده بالماوس على اي مكان هيجيب لي البيانات
اسم السطح وادي الالفيجن. انا كده عملت والسطح واخد نفس الحدود اللي انا كنت عملتها على جوجل ايرث. اتمنى يكون الدرس بسيط ويعجب حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.